اسعد الله اوقاتكم بكل خير. الان طالع من مكه الساعه 12:31 ظهرا في اتجاه ينبع. مبدئيا جوله بمحلات الساحل الغربي للمملكة إلى شمال غرب المملكة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. توكلت على الله. من يتوكل على الله فهو حسبه. أول محطة عبي ديزل. السلام عليكم. وإن شاء الله نمسك الطريق. المسافة من مكة لينبع ما هي بعيدة، تقريبا 340 كيلو، 350 60 ماكسيموم. وقفت كذا استرخي شوية، ويعني ماني مستعجل أنا حقيقة على المشي إني أوصل يعني، وخاصة إنه الوجهة هذه المرة يعني حسب ال اوف 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 طاح الدباب من القلص. كويس اللي ما كان في سيارة متعدية. الله المقطورة يسحب وراء الجت سكي هذا حق البحر. بس كذا اتعرف عليك وفنجال شاهي وبمشي لاني ابغى ينبع ان شاء الله. عندنا وتعشى معنا ونمشيك في الديره، لكن مرة ثانية إن شاء الله. لكن الحين أنا أرسل اللوكيشن، بمرك كذا على الطاير زي ما يقولوا. ونلف يسار على رابغ. هذه مدينة رابغ. دائما من سنين اتعدى مرور من رابغ، يعني كانت زمان اصغر من كذا، ما كان فيها هذا العدد من السكان والبيوت. فما شاء الله تبارك الله. طبعا الشاطئ وصلت عند اخوي ياسر. يا مرحبا مهند. وطبعا نورتنا. اتقهوينا ولا عنب الخير وماسكنا الرجال عشاء غدا، قلنا له ما في مجال. لكن وعدني تراك ابو مهند ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله جيات باذن الله ان شاء الله. وهذا طلع ما شاء الله عليه بايكر دراج. شوف بايكر. لا مره يعني خلاص دخلنا العالم. اي دخلت. شوف ما شاء الله دبابه. هذا الدباب كلمنا عنه، ايش هو هذا؟ هذا الهار ايرون اللي هو 883 سبوستر طبعا، موديل 2014. اخذته مستخدم كبدايه يعني. ايوه. وان شاء الله قدام فيه تطورات يعني. 800 سي سي 883 سي سي. 83 سي سي. ما شاء الله الله يبارك لك. شوف بوريكم الطريق القديم اللي كان هنا قبل 50 سنة يمكن. يعني الوقت اللي كنا فيه صغار في المرحلة الابتدائية كان هذا الطريق طريق المدينة جدة والمدينة مكة. الله فين هذا طاير؟ هذا شو استعيد الذكريات هذا على هذا الطريق. أعوذ بالله طاير. هذا طريق تمشي عليه ذا المشي. بوريكم الطريق أنا بنزل من السيارة عشان أوريكم الطريق كيف اللي طاير عليه الأخ ذا راعي السيارة. أوكي هذا الطريق اللي كان قبل 50 سنة. شوف ما باقي يعني يدوب يعني. شوف كيف عرض الطريق. سيارة رايحة جاية يعني. هذا الطريق الرايح للمدينة أو الينبع أو هذا، وهذا الجاي كذا على مكة على جدة. هذا الطريق القديم. شوف كيف الجو حلو.
قبل ينبع تقريبا ب 120 كيلو 110 كيلو. شوف وقت الغروب كيف جميل. مركز 50 في ينبع هنا، وهو يعني خلاص يعني تدخل على تجيك الأنوار الهيئة الملكية. هذه الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هنا على اليمين وعلى اليسار الهيئة الملكية، منظمة تنظيم راقي حقيقة. حتى البنية التحتية يعني مميزة هنا. سبق وإن عملت في الهيئة الملكية أول ما أنشأت وأسست، كانت يعني أقل من هذا الشكل وهذا، لكن مع الأيام والسنين ما شاء الله يعني في النهار مدخل الهيئة هذا الشارع بالذات جميل. هناك اللوحة تقول لك ويلكم. باين الكتابة الليل مش عارف، يمكن باينة مش باينة الله أعلم. فهذه الوجبة غدا وعشاء. صباح الخير من ينبع. شوف البارح هذه الغرفة، غرفة النوم طبعا، الشنط والأشياء دي على المقعد اللي قدام، وبعض الأغراض على السقف، ونوم ولا أروع، وشغل المكيف في الليل أبرد أطفي المكيف، خاصة هنا على البحر. شوف البحر، هذا البحر جنبي، وهذه القعدة نضبط القهوة. بس المشكلة نسيت الولاعة لكن نشوف شاطئ الهيئة الملكية في ينبع. الجو نسمة الصباح لازالت باردة. رايح لفوال، مطعم فول هنا ومعصوب في الهيئة الملكية. الفوال ما حد ممنوع الأكل داخل المطعم عشان المرض هذا الكورونا، لازال في يعني تأخذ الأكل وتمشي. أوه بعيد هناك، من هناك الأكل نأخذه. وهذا الفطور تميس وفول ومعصوب، والله تعبوني المطعم. رحت ونسيت الكمامة ورجعت السيارة كانت بعيد. أبي ديزل، الديزل هذا من مكة إلى هنا مشيت عليه إلى الآن 364 كيلو، وعندي نصف التانك تقريبا أقل شوية. أنا عبي ديزل وعبيت ديزل هنا ووقفت أغير كفرات، لأني من أول أبغى أغير الإطارات. من أمس كنت بروح أغيرها فقلت أمشي عليها، لكن يبدو لي أنها خلاص يعني في نشفان فيها ناشفة، وهذا سبق أنه بنشر وسويته، وراح أغير إطارات أعرض. يعطيكم العافية شباب، ما شاء الله عليهم شغلهم نظيف الشباب هنا. هذا الطريق المؤدي يعني لسه ما أمسك طريق العيس، بس هو كأنك متجه للمدينة المنورة. هذا طريق أملج والوج وحقل إلى الأردن. فطريق العيس تأخذ طريق ينبع النخل العيس، هذا طريق ينبع النخل
عيص، لأنه عندنا ينبع البحر وينبع النخل، هذا طريق ينبع النخل العيص، العيص الصاد. أطلال قرية المبارك على الطريق إلى ينبع النخل والعيس. ما شاء الله تبارك الله. هذا في سوق السويق، منطقة السويق هذه، أو خلينا نشوف نلقي نظرة عليها، يعني لازال بعض الأماكن شغال. شوف البيوت القديمة، خرجت من ينبع النخل غيرت اتجاه السير في اتجاه سد ينبع النخل. يعني أنا أول مرة أعرف أنه في سد في ينبع النخل، فدخلت يسار أبغى أروح أشوف السد هذا بعيد ولا قريب، وهل في موية ما في موية. خليني أسأل هذولي، يمكن السد يكون بعيد أو ما في موية أساساً، فبسأل الراجل ذا أكيد عنده علم من أهل المنطقة. خليني أسأله. السلام عليكم يا أستاذ، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ ما في أحد والله. انه هذا الاخ باكستاني اول. السلام عليكم. كيف حالك؟ كويس؟ انت هنا في الخيمة شغال؟ ايوه. ها؟ ايوه. اقول لك هذا سد، انت يعرف سد؟ ايوه. في موية؟ والله انا ما في، لكن ما ادري في موية ولا ما في، لكن ها سد قريب روح هناك. بعيد؟ لا مو بعيد. قريب ها؟ قريب. كم 10 كيلو؟ تقريبا ذاكرة كنا. تقريبا 6 أو 7 كيلو. أوكي. هذا الطريق اللي يوصل للسد تقريبا، في مزارع وفي صحراء شوية. السلام عليكم. في موية؟ والله أنا بروح. ها؟ كيف روح من هنا؟
مقفول؟ ايه في مقفل الان في هارس باب. ما في يعني مويه؟ ما في زمان في قطر والمويه دحين مقفل. دحين ما في مويه. شكرا شكرا. باقي على العيس 74 كيلو وتجيك مزارع على اليمين واليسار، يعني منطقة صحراوية هي جبال. شوف لكن وسط الجبال هنا، شوف الجبال هناك، ولكن في نخل، أشجار تمر، رطب، ديت اللي هو بلح جميع اللهجات. شايف في مزارع جوا هناك. هذه قرى ومدن مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية. شوف هذه ما شاء الله مزرعة على الطريق. في مزارع على الطريق، في جوا كمان داخل داخل الأودية هذه أو داخل الأماكن هذه، في أماكن خضراء وفي مساحات، في مزارع خاصة. هذه الديرة أو القرية هذه قبل العيس بستين كيلو اسمها الفقعلي. الفقعلي شايفينها فيها مزارع. برضو في مزارع على الجهة اليسار من القرية هذه. هذه الأماكن أول مرة أجيها أنا، أول مرة أزورها أو أمر منها. مدرسة ثانوية الفقعلي أو الفقعلي. هذه اللوحة، أهلا وسهلا بكم في مدينة العيس. هذا مدخل مدينة العيس. هذا مبنى البلدية في العيس. وشوف الجبل هناك، لسه مركز المدينة قدام. سبحان الله، صخور بركانية سوداء شايفها، وفي الجهة المقابلة أيضا في صخور بركانية والأشجار والنخيل شايف هناك. بحه والرويضات واملج. هذه الصخور البركانيه كيف على مهله وماشيين الناس ما يحبوا السرعه. شايف كيف